سلام البنات، كديرين؟ كل شيء بخير. نتمنى اموركم تكون هانيه وتكونوا بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. هذا صراحه فيديو ديال الطبخ، واخا ما ماشي هذا هو موضوع القناه، ولكن قررت انني مره نعود نحط لكم شي فيديو تاع شي وصفه اللي كتصدق ليا زوينه. واليوم جبت لكم اللازانيا الايطاليين على حقهم وطريقهم وبالوصفه الاصليه. يلا تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه والمقادير واشنو كندير فيهم. الصراحه اللي كياكلهم عندي كيشكرهم وكيعجبوه، وبقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو. بالنسبه للمقادير، انا كندير بصله واحده مشلضه، كندير شويه ديال الثومه، سبيكيو او لجوج، يعني راسه ولا جوج ديال الثومه، كندير الكرافس. بالنسبه للكونتيتي على حسب نتوما اشنو باغين ديروا. انا اليوم درت طاوه كبيره، يعني وفيت شويه في المقادير، ولكن اعينكم ميزانكم. صراحه ما نقدرش نعطيكم عبار. بالنسبه للخيزو راني درت ثلاثه الحبات ديال الخيزو، شويه كبار يعني ماشي داك الخيزو الصغير. الكفته حتى هي ملي كنجيبها كنقسمها على مويكات، يعني اللي كنقدر ندير بهم لاصوص. صافي هادشي اللي كاين. المهم كفته، كرافس، خيزو، البصله، الثومه، شويه ديال الحبق حتى هو كنكون واخداه، الملح، الابزار، ما كنزيد عليهم حتى شي حاجه اخرى، ما كندير لا عطريه لا والو. هذه البنات ريتشيتا يعني الاصليه، والطليان ما كيديروا حتى شي عطريه من غير هادشي. زويته العود فاش كنشلضوا البصله. صافي هادشي اللي كاين. ومن بعد بالنسبه ملي كنقرب نرمي مطيشه، نكب مطيشه في على الخضره، كندير شويه ديال الدادو. بالنسبه للمهم الاعشاب المنسمه، انا كنستعمل غير يزير. ملي ما كيكونش عندي فريسكو راه كندير هذاك اليابس اللي شفتو معايا، كناخذو من توزانو وكتدي ليا قرعه شحال صراحه. والبازيليكو كنديرو فريسكو، يعني اغلبيه ديال المرات هذاك كيكون عندي فريسكو كنخدمو بزاف. صافي هادشي اللي كاين، والملحه والبزار وشويه ديال الكنور تاع الخضره. نوصيكم انا ما كناخذش كنور اللي فيه الجلوتاماتو حيت مضر بزاف الصحه. ديما قراو وحاولوا تاخذوا يا اما شي كنور اللي كيكون فيجيتال وكيكون بيو، او لا شي كنور يعني اللي واخا ماشي بيو المهم ما تكونش فيه هذيك جلوتاماتو. وهنا كندير شويه زيت العود، كندير عليه البصله باش نشحروها، كندير الثومه. المهم كنخلطو مزيان، كنخليو هذيك البصله تشحر مزيان في زيت العود. النار تكون مهيله، كنعطيوها وقت حتى كطيح مزيان، ومن بعد كنبداو نزيدو عليها في المقادير الاخرين بشويه بشويه. هنا كيف ما كتشوفوا معايا انا زدت مطيشه، درت جوج قرعي ديال المطيشه، ومن بعد شللتهم بشويه ديال الماء. وما تخافوش هذاك الماء اصلا من بعد راه ملي كتخليوها كطيب، ملي كتخليوه دراكو كيطيب، راه داك الماء كله كيمشي كتنشف، كتبقى غير لاصوص. غتشوفوا من بعد في الاخر ديال الفيديو. ودرت الحبق حتى هو قطعته شويه، وانا ديما كنزيد سنيده، شويه ديال سنيده في لاصوص طوماط، حيت اغلبيه ديال لي صوص كيكونوا حامضين، هادشي باش من الاحسن تزيدوا شويه ديال سنيده باش كيتقاد المذاق. صافي كنغطيو عليها، كنخليوها طيب لمده ساعتين على الاقل. هنا دابا غنحضر معكم لاصوص بشاميل. المهم الراغو راه كيطيب، ولاصوص بشاميل حتى هي راه كندير فيها عيني ميزاني. المهم شتوني كنقطع شويه ديال الزبده،
على حسب. ثاني هنا انا درت ايترو ديال الحليب، يعني وفيت في الزبده وفي الدقيق، حيت من طبيعه الحال راكم عارفين يعني الا كانت كميه كثيره راه كتزيدوا في مقادير. المهم انا ما كنعبرش، كندير عيني ميزاني. كديروا الزبده كتذوبوها مزيان، كترميو عليها واحد جوج حتى ثلاثة ديال المعالق تاع الدقيق البيض الفورس. انا درت شي ثلاثة المعالق في هاد لاصوص مع ايترو ديال الحليب، حين درت يعني خرج ليا ايترو تاع البشاميل. صافي كتخليو هذيك الزبدة مع هذاك الدقيق كيتحمروا مزيان، كيطيبوا كيتجمعوا، اللون ديالهم خصو يولي مذهب. عاد باش كتبداو ترميو عليهم الحليب شويه بشويه، في الاول بشويه بشويه كتذوبوا داك، كتولي عندكم بحال شكل العجينه ديال الزبده والدقيق، كتبداو تذوبوها في داك الحليب شويه بشويه، ما كتخوش كله في دقه، كتبقاو تذوبوها. من بعد ملي ما كتبقى لكم يعني كتاكدوا ان داكشي كله داب في داك الحليب، كترميو شي لاخر اللي بقى لكم ديال الحليب حتى هو كتزيدوه. صافي وكتخليوها طيب، ما تزكاوش عليها من التحراك، تبقاو تحركوا فيها على نار مهيله بزاف باش ما تلصقش ليكم، وتبقاو تحركوا تحركوا تتحسوا بها عقادت. في الاخر ملي كطيب كنزيد شويه الكوزه مطحونه. المهم هنا لاصوص راه كطيب، مره مره حركوها باش ما تلصقش ليكم هذيك الكفته. وهنا ملي كطيب لينا لاصوص غنوريكم باش غنخدم لازانيا. كندير فيها هاد لاصفوليا، كناخذ الرقيقه ما كناخذش هذيك الغليظه، وكناخذ اللي هي كتكون فريسكا، يعني كتجيني ساهله، كتكون بنينه اصلا، كتكون بنينه على الاخرى السكة، وكتساعدنا يعني دغيا كطيب فران. انا طيب فراني ما كيطيبش ليا دغيا الحوايج، هادشي باش كنحاول اصلا ناخذها حيت كتعجبني ومذاقها بنين. صافي كيف ما كتشوفوا معايا ملي كطيب لاصوص كنبداو الطاوتي ديال الجاز راه بقات عندها دوزتي، هادشي باش اضطريت نخدم هاد الطاوه هادي ديال الالومنيوم. المهم كنبداو كنديروا شويه ديال لاصوص في الطاوه وشويه ديال البشاميل باش ما يلصقوش لينا الورقات اللي غنبداو نحطهم ما يلصقوش. صافي راكم عارفين المونتاج يعني ديال لازانيا، راه كتبقاو ديروا طبقه ورقه طبقه لاصوص، كديروا عليها البشاميل، كديروا الفروماج. انا خدمت الكرانا بادانو وخدمت حتى سوتيليت، حيت صراحه كيعجبونا حنايا بعدا هنا عندنا. هي الريتشيتا الاصليه من طبيعه الحال ما كتذكرش كاع نهائيا السوتيليت، ولكن حنا كيعجبونا لوغ مره مره اللي كانوا عندي كنديرهم. صافي كتبقاو غاديين على يعني كتستمروا بهالطريقه هذه حتى كتساليوا لاصوص لي صوص ديالكم بجوج، يعني الراغو والبشاميلا، وكتدخلوها الفران المده على حسب كل واحد الفرن ديالها. كيف ما قلت لكم انا فراني كيتعطل وما كيسخنش دغيا، ديما كنزيد ليه في، قلت لكم ديما كنزيد في درجه الحراره تاع الفران باش يسخن ليا دغيا وباش يطيب ليا الحوايج، حيت عندي معاه مشكل صراحه. ولكن نتوما كلها غتكون عارفه فرانها كيفاش داير في الطياب، يعني واش كيتعطل اولا كيزرب، وغتريقلو على حسب. المهم كطيبوها بريما من التحت ومن بعد كطلعوها تحمر من الفوق وتاخذ هذاك ديك البيشاميل، يعني تاخذ هذاك اللون الذهبي اللي خاصها اللي خاص يكون عندها. وهنا بعد ما طابت لي اللازانيا ديالي تحمرات، انا جبتها وحطيتها لكم في الطبسيل باش تشوفوا كيفاش كتجي. الصراحه كتجي بنينه 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 بزاف، ما غاديش نشكرها لكم. جربوها وجربوا الطريقه اللي عطيتكم بهذه المقادير بالضبط اللي عطيتكم، وغادي تردوا عليا الاخبار ان شاء الله. نتمنى تكون هذه الوصفه عجباتكم ونكون شهيتكم شويه، درت فيكم الحماس باش تنوضوا تتقداو وتنوضوا ديروها، وان شاء الله ما غتندموش. تهلاو ليا فريوسكم ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو المقبل.